ما فيش حد سأل برضه مدام؟ لا يا حبيبي لسه. غريبة، غريبة جدا. أنا بقالي في اسكندرية هنا أكتر من أسبوع، كان المفروض حد يجينا أو يطلبني أو يسأل عني. مش هقلق بس يطلع، مش هقلق. طيب ممكن حضرتك تتصل بيهم؟ لا يا حبيبي، إذا كنت أنت أقدر أنا أقدر، كل واحد له شغله اللي بيعمله. فعلا. قولي لي يا مدام فرتنيه، حضرتك مش مصرية وبتعرضي نفسك للخطر علشان المصريين، ليه؟ أنا اتولدت هنا في اسكندرية، وخبيت هنا، واتجوزت هنا، وخلفت نقولة وصفية هنا، كل ده مش كفاية مسيو طه؟ ادخل أوضتك مسيو طه، ادخل أوضتك، مش اطلع إلا ما أنا أغني، ها؟ ما تخافيش، ما تخافيش يا مدام. أنا قلبي حاسس إن ده الشخص اللي أنا مستنيه. لا، لازم أتأكد مسيو طه، لازم أتأكد. حاضر. أدخل أوضتك. مساء الخير يا مدام. مساء الخير، حضرتك عايزة مين؟ الأستاذ طه موجود؟ خلاص قربت أيأس. للأسف حصل الظروف مفاجأة، زميلنا اللي كان مفروض يتصل بيك هنا اتمسك، وكانوا لازم يدبروا لك طريقة تانية، وأنا معرفتش كل ده إلا امبارح، وما لقيش غير يبعته لك. طيب إيه الموقف دلوقتي؟ هتسافر خلال أيام. أرجع مصر تاني؟ لا، هتسافر أوروبا، فرنسا أو إيطاليا، حسب الظروف اللي هتتحسم الليلة أو بكرة، وساعتها هيكون معاك باسبور وتذكرة على الباخرة. باخرة؟ في ظروف الحرب دي يعني سنجات؟ أعتقد إنها باخرة بضايع، ودايما بيطلع معاها سفن حراسة. وإيه بس الداعي لسفر؟ بيحافظوا عليك يا أستاذ طه، معتبرينك سرب، وحاسين إن حلقة البوليس السياسي ومخابرات الإنجليز بتضيق حواليك. طب وإنتي؟ أنا؟ هتفضلي مخبيه عن وشك لامتى؟ مش فاهمه، ايه دخل وشي في الموضوع؟ انت فاهمه بس خايفه. ارجوك. موزع علام، هو اتحط، اصل انت فاجئته. هي قالت لي كده؟ مش بالظبط، بس انا فهمته. فهمت ايه يا مدام؟ اصبر شويه علي مسيو طه، اصبر. مفيش وقت، كلها يومين ومسافر. أستاذ طه. أنا أسفة قوي يا أستاذ طه. أنا اللي بعتذر يا أنسة نجاة. أنت هو مش مهم، أما أروح أجيب لكم حاجة حلوة. لكن بالتأكيد بتشيلي اليشمك ده في البيت. أنا ما ببصش في المرايه. انت لغز يا نجاة. انا واحده عايشه حياه مزدوجه، مقسومه نصين. انا واحده عايشه حياه مزدوجه، مقسومه نصين. رنت الحزن اللي في صوتك دي بتحرك جوايا مشاعر غريبه قوي. خليها مرتبطه بصوت وعينين بس. انا مسافر يا نجاة، حركب البحر للمجهول، ويا عالم هقدر اعديه راجع ولا لا. مش كتير عليا هديه وداع منك. ما تلحش عليا يا طه، دي بالنسبه لك مش هتبقى هديه وداع، بالعكس هتبقى بالنسبه لك شوق جديد يعذبك في الغربه. واثقه من تاثيرك للدرجه دي؟ انا لو شلت اليشمك ده مش هلاقي حاجة تحمى فيها. أنا أعرفك قبل ما تعرفني بوقت طويل يا طه، من يوم ما كنت في ليسانس وأنا لسه في سنة أولى. أنت كنت معايا في نفس الكلية؟ وتابعت نشاطك ومعاركك في الكلية، ولما اتخرجت جمعتنا زمالة تانية، بس محدش فيها بيعرف التاني. لكن أنا كنت دايما قريبة منك يا طه،
نجات، أنا مصمم أشوفك من غير الحاجز اللي على وشك ده، أرجوكي. بيها كل ده انت لوحدك في مجموعتنا اللي شفتيه. طب وليه؟ بابا راجل في مركز حساس قوي، وما اضمنش يكون اي حد مدسوس بينا. تتجوزيني يا نجاه؟